السولية مركز أنس الزنيتي، عمرو السولية، أنس الزنيتي، دقيقة 12 بالفار بينالتي، يقر هندال الكونغولي، يتقدم السولية، عمرو وزنيتي، سولية وأنس، يتقدم الدولي المصري، وهدف الأول للنادي الأهلي، 1-0 للقلعة الحمراء، المارد الأهلاوي يفتح باب التسجيل أمام بوكا إفريقيا، نادي الرجاء الرياضي، 1-0 للنادي الأهلي، مباراة تبدأ من نار، لقاء يبدأ مولع، وسط فرحة الأنصار من هنا وخيبة الأنصار من هنا، في مباراة فاز فيها الزمالك ذهابا وتأهل فيها الجيش إيابا بركلات الجزاء، وبعد حقق أول كأس بطلة للأندية في تاريخ المغرب أمام بليمة في الفينال بالخمسة مع التيمومي. عرضية والهدف الثاني يا شريف، والشحات يسجل ثاني الأهداف، الشحطة يتقدم من هنا، يسجل الشحات الهدف الثاني، 2-0 بذكريات الشحطة في فيلم نور شريف، يكتب الشحات فيلم جديد بسيناريو أهلاوي جديد، الأهلي هو الأهلي، الأهلي في دور الثمانية يتحول يا سادة. السوق غليت برشا، ما عادش تلقى اللاعب قبل متاع 100-150 ألف دولار ماكس تجيب جوهرة تدخل منها مليارات، الآن 150 ألف دولار ما تجيش حق جمعة في لاعب يلعب في نادي الهلال. خطير الهدف، الهدف الأول للرجاء، الرجاء الرياضي، ماذا قلت لكم، هذه الخضرة نعرفها، هذا الأخضر دارس من التاريخ، الرجاء يسجلون الهدف الغالي، 2-1 في الوقت القاتل، استسهل الأهلي نهاية الشوط واستعجل الشناوي نهاية الشوط فسجل زريد. سولية وأنس الزنيتي، بيتسو ما يبدلش، الأخصائي الأول في القلعة الحمراء هو اللي يمشي شوت في الدقيقة 60، والنتيجة 2-1 للنادي الأهلي، فرصة للنادي الأهلي للثلاثية، يتقدم السولية وينحيها له، وماذا قلت لكم، راني نعرف شو نقول، لأنه أنس الزنيتي أكبر حراس إفريقيا في ركلات الجزاء، في ساعة لمحت لك تمشي يا سولية وتعاود تشوت، حذاري لعب بالنار يا موتسيماني.